أشرف السعد مستريح توظيف الأموال وقصة هروب أكتر من ربع قرن. محمد أشرف السيد علي سعد اتولد في 1 يناير 1954 في حي المنيرة بالقاهرة. اسم شهرته أشرف السعد، رجل أعمال مصري لمع اسمه في تمانينات القرن الماضي وقت تصدر شركات توظيف الأموال المشهد في مصر بقوة. هو مؤسس شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال، وكان من أكبر رجال الأعمال في مصر، وتم التحفظ على ثروته لمدة 15 سنة وسجنه وهروبه لأكتر من 25 سنة خارج البلاد. قصة نجاح وإخفاق وصمود، وما زال من أهم رجال الأعمال المصريين. تعالوا نعرف حكاية أسطورة شركة السعد اللي مفيش بيت مصري إلا وعنده حكاية عنه. ما هو قبل هروبه كان ملقب بإمبراطور توظيف الأموال. تعالوا نعرف قصته من أولها ونسيب لك الحكم في الآخر. اتولد أشرف السعد الأسرة من الطبقة المتوسطة. والده كان موظف بهيئة الإسكان والتعمير وليه 4 إخوات بنات. اتعلم في مدارس حكومية واتخرج من المعهد العالي للدراسات التعاونية سنة 1977. بدأ أشرف السعد حياته العملية لما سافر لحد من قرايبه باريس يدور هناك على شغل، وللأسف أحلامه اتحطمت قدام الواقع. وصل بيه الحال حرفياً إنه مش لاقي ياكل، حتى تمن تذكرة الرجوع جمع فلوسها من صديق ليه. رجع مصر واشتغل في محل تجاري لسلسلة معروفة، وبعدها استلم إدارة الفرع، وبعد كده إدارة أكبر فرع، ومنها مشرف على باقي فروع سلسلة المحلات. اتنقل أشرف السعد لمرحلة جديدة في الثمانينات وقت ما انتشرت فكرة توظيف الأموال وبقى ليها وضع اقتصادي قوي والثقة عند المواطن المصري، وده بعد أكتر من فتوى للمشايخ بتحريم فوائد البنوك. فانضم أشرف السعد من الباطن للجماعات الإسلامية وأطلق لحيته، وهنا أسس شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال اللي كان بيدعمها بعض أفراد الجماعة من الباطن. مع العلم إن أشرف السعد كان طول الوقت حاطط في راسه إنه يكون في يوم من الأيام صاحب كيان قوي زي شركة الريان لتوظيف الأموال، وبعد كده فعلاً أحلامه اتحققت على أرض الواقع. شركة السعد فضلت تكبر وتقوى في السوق وبقت من أقوى شركات توظيف الأموال في الفترة دي، لدرجة إنه وصل رأسمالها لمليار جنيه في فترة التسعينات، وده طبعاً مبلغ مهول وقتها. ونزل خبر في الجرائد المصرية عن اتفاق لدمج شركة السعد وشركة الريان في كيان واحد، واللي تسمى باندماج العمالقة، واللي حاول وقتها الرئيس محمد حسني مبارك انه ينهي الاندماج ده بأي شكل. وحسب ما ذكر أحمد الريان في أحد اللقاءات المتلفزة ان رحله زوار الفجر من مؤسسة سيادية في الدولة لتحذيره من أن يتم الاندماج ده، وإلا هيحصل ما لا يحمد عقباه. نرجع تاني لشركة السعد وبداية الأزمات اللي حصلت. سنة 1991 تم التحفظ على أموال شركة السعد بعد الادعاء عليه في قضايا بتهمة النصب، وكان مفادها أنه حرر شيكات بدون رصيد وأنه مردش أموال المودعين اللي بيوظفها في شركات السعد. وبدأت معاه قصة الهروب. في أوائل 1993 سافر أشرف السعد لفرنسا بحجة العلاج. بعدها بثلاث شهور صدر أول حكم قضائي ضده بالحبس مدة سنتين بتهم تحرير شيكات بدون رصيد، وفي نفس السنة اتحط اسمه على قائمة الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول. وبمجرد ما رجع أشرف السعد من رحلة العلاج اتقبض عليه في المطار وتواجه بالتهم المنسوبة ليه، وفي نهاية ديسمبر 1993 تم إخلاء سبيله بكفالة 50,000 جنيه، وتشكلت وقتها لجنة لفحص أعماله المالية، وتم بيع ممتلكاته لتسديد ديونه للمتضررين. وفي سنة 1995 قدر أشرف السعد يسافر مرة تانية لفرنسا للعلاج، ومنها استقر في لندن خوف من الرجوع والقبض عليه مرة تانية. وفي سنة 2004 رفع أشرف السعد أكتر من قضية ضد الحكومة المصرية من لندن لرد حقه وأمواله للدولة اتحفظت عليها. وفي سنة 2009 صدر ليه أول حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته، وحط تحت ما تبقى دي 100 خط. وفي سنة 2012 كتب أشرف السعد كتاب بعنوان الصائبة والسعد، قصة الصعود وإنجاح واختيال الحلم. والكتاب ده حكى فيه عن علاقته بنظام الرئيس مبارك وحكومته. وفي 5 مايو 2021 رجع أشرف السعد لمصر بشكل نهائي، وتم التحفظ عليه من أمن المطار من جهة سيادية فقط للتأكد من سقوط جميع الأحكام عليه.
ورجع بيته يوم 8 مايو 2021 بعد التأكد من أنه مش مطلوب نهائي على ذمة أي قضايا. رجع أشرف السعد وهو عنده 67 سنة بعد ما قضى أكتر من ربع قرن خارج مصر، وعلى فكرة اتعمل معاه لقاءات متلفزة كتير برا مصر. بدأ أشرف السعد في الظهور الإعلامي في مصر ووضح أكتر من حقيقة تخص أزمة شركات توظيف الأموال مع الدولة المصرية والنظام. هنقولها بالترتيب وفي الآخر هنسيب الحكم ليك إن كنت شايفه ظالم ولا مظلوم. أول حاجة إنه قبل سنة 1993 وقبل ما يتحال أشرف السعد لمحكمة الجنايات من مسؤولين كبار في الدولة المصرية كانوا موظفين أموالهم في شركاته، ودول بالفعل خدوا فلوسهم كاملة قبل ما يتحال للمحاكمة. تاني حاجة إن الدولة إدت مهلة لشركات توظيف الأموال علشان تقنن أوضاعها، وبالرغم من كده الدولة تحفظت على أموال شركات التوظيف أثناء المهلة المذكورة، وده نتج عنه الإخفاق في رد الأموال للمودعين وفي أكتر من شركة. كمان بالنسبة لشركة السعد فهو طلع بكفالة 50,000 جنيه، لأنه بالفعل كان رد جميع أموال المودعين الخاصة بشركته، وده كان بعد التحفظ على أمواله وإجباره على بيع شركات ومصانع. قال أشرف السعد قبل كده في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى إن الدولة استعانت بيه لرد أموال باقي الشركات زي الريان والهدى والشريف، ودي الأزمة اللي تورط فيها أشرف السعد. تالت حاجة والأهم إنه بعد إجبار أشرف السعد على بيع ما يملكه من شركات ومصانع، استولى جهاز المدعي الاشتراكي نفسه على أموال السعد اللي موجودة في بنك مصر الخليجي، واللي اتقدرت وقتها ب 18 مليون دولار. آخر حاجة إن الدولة المصرية كان عندها أزمة مع الدولار، وده اللي أكده برضو أحمد الريان لما ظهر في أكتر من برنامج تلفزيوني قبل وفاته. وإنت بعد ما سمعت حكاية شركة إمبراطور توظيف الأموال أشرف السعد، شفته ظالم ولا مظلوم؟ كيان اقتصادي ناجح تم تدميره، ولا لسه شايفه شخص كان يستحق العقاب؟